يتصلوا بي عبر الهاتف ديالو ولا يعني الهاتف ديالو مغلق. هنا اللي ربما كان كيأكد فرضية أنه كان متواجد تحت الأنقاض، ولكن ما كاينش معلومة مؤكدة أو أي شخص أي شاهد عيان اللي أكلنا تواجد ديال هاد العامين تحت الأنقاض. إذا في اللحظة عملية الحفر متوقفة منذ حوالي أكثر من 4 ساعات 15 دقيقة وما تمش العثور. العناصر ديال الأمن الآن من الكلب بمنطقة أخرى. رجع ولدي رجع رجع ولدي رجع رجع Thank you.